أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، النهاردة هقدم لكم درس جديد، بس الدرس ده هيبقى في النحو. أنا عارف الناس بتقابل مشاكل كتير في النحو، فعشان كده يعني قلنا إن احنا في القناة نقدم لكم منهج النحو درس درس كده وبالراحة خالص، يمكن مش هكتر عليكم. يعني في كل فيديو هنقدم جزء كده كويس بحيث نفهمه كويس قوي، ويا ريت لو تابعتونا وانتوا موجودين معانا في القناة، يعني فيديو بفيديو كده هتلاقوا نفسكم فاهمين كويس قوي. السنة دي بناخد مع بعض في الترم دوت، الترم التاني الأولى ثانوي، بناخد مع بعض أسلوب الاستثناء. أسلوب الاستثناء، وهناخد المستثنى بإلا، نبدأ بيه المستثنى بإلا، ده أول درس. فنقول كده، هوريكم جملة وأفهمكم يعني إيه أسلوب الاستثناء. الجملة بتقول كده: عاد المسافرون إلا خالدا. عاد المسافرون إلا خالدا. المسافرون يعني ناس كانوا مسافرين ورجعوا كلهم، إلا مين؟ خالد. يبقى انا كان عندي مجموعة مسافرين كلهم رجعوا كلهم عادوا الا خالد، فدوت اسمه استثناء، بستثني في واحد اهو او حد ما رجعش من المسافرين. يعني الجملة بتوصف ان المسافرين كلهم عادوا ما عدا مين او الا مين الا خالد، فعشان كده ده خالد ده اسمه مستثنى. ليه؟ كلهم رجعوا مستثنى، خالد ده من ضمن المسافرين، عشان كده سمينا المسافرين دي مستثنى منهم. يبقى انا عندي كده عاد المسافرون إلا خالدا، المسافرون مستثنى منه، إلا أداة الاستثناء، خالدا مستثنى. وناخد بالنا المهم عندي أوي أداة الاستثناء والمستثنى، لأن ده اللي هناخده جديد. طب إيه المستثنى منه؟ لا ببقى عارف بس إن إيه، إن خالد دوت من المسافرين كلهم، لأن في جملة هتبقى كاملة يعني موجود فيها المستثنى منه أداة الاستثناء والمستثنى، فهتبقى اسمها تام. تام يعني الأسلوب كله كامل، يعني موجود المستثنى منه المسافرون، موجود أداة الاستثناء، وموجود المستثنى. لكن لو شلت المسافرون ما يبقاش تام، يبقى الأسلوب ده اسمه ناقص، ولو حطيت أداة نفي في الأول يبقى اسمه منفي. طب ناخد مع بعض، احنا هنبدأ هناخد النهاردة جزء واحد بس اللي هو التام المثبت. فالجملة اللي هي فيها أسلوب استثناء عاد المسافرون إلا خالدا بتتعرب عادي: عاد فعل ماضي مبني على الفتح، المسافرون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. فلغاية كده الجملة العادية بتاعتنا بتاعت النحو اللي هي فعل وفاعل. نكمل بعد كده إلا، بنقولها أداة استثناء، لما أجي أعرب الجملة إلا دي اسمها أداة استثناء. خالد بقى مستثنى، وهلاقي خالدا هلاقيها منصوبة، فهنقول كده الأسلوب دوت ده أول جزء هناخده اسمه التام المثبت. التام يعني إيه؟ يعني موجود الثلاث أجزاء، موجود المستثنى منهم، موجود أداة الاستثناء، موجود المستثنى. يبقى كده تام كامل، يعني الأسلوب كامل، أسلوب استثناء كامل تام. لكن كمان مثبت يعني مفيش أداة نفي هنا، ما قلتش ما عاد أو لم يعود، لم يعد يعني، ما قلتش قبلها أي أداة نفي، فبالتالي بقى اسمه تام مثبت. لما ألاقي أسلوب الاستثناء تام مثبت يعني كامل ومفيش أداة نفي، فيبقى المستثنى، وده اللي أنا مهم جدا عندي، بيبقى واجب النصب، يعني لازم ينصب، يعني مستثنى لازم أقول مستثنى منصوب، مستثنى منصوب. نشوف الجملة بتاعتنا: عاد المسافرون إلا خالدا، نعربها إزاي؟ نقول عاد فعل ماضي مبني على الفتح، المسافرون فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، إلا أداة استثناء، خالد مستثنى منصوب بالفتحة، وعلى طول يبقى مستثنى منصوب، هنا خالدا مستثنى منصوب بالفتح. هنشوف أمثلة على النوع دوت اللي هو التام المثبت. وأول حاجة هنقول إن هو المستثنى، أنا بتكلم عن المستثنى بس، لأن المستثنى منه ده بيعرب حسب موقعه في الجملة، لكن وإلا بقول عليها أداة استثناء. يبقى أنا عندي مشكلة في حاجة واحدة بس اللي هي المستثنى، فالمستثنى هقول لازم أقول عليه منصوب لأنه واجب النصب، واجب يعني لازم يتنصب. فنشوف المثال الأول: فهمت الدرس إلا درسا، فهمت الدروس إلا درسا. فهمت لو أعربتها تبقى فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، الدروس الدروس مفعول به منصوب بالفتح، الدروس مفعول به منصوب بالفتح، إلا أداة استثناء درسا هيبقى هنا مستثنى منصوب بالفتح زي ما اتفقنا. يبقى هنا هتبقى تام مثبت. يعني إيه تام مثبت؟ يعني الدروس موجودة اللي هي المستثنى منه، وإلا أداة الاستثناء، ودرسا ده المستثنى، فبالتالي الأسلوب كامل مفيش نفي، يبقى اسمه تام مثبت. تام مثبت واجب النصب، يبقى درسا مستثنى منصوب بالفتح. طب الجملة التانية: قرأت الكتابة إلا صفحة، قرأت الكتابة
إلا صفحة. قرأته قرأ فعل الماضي والتاء تاء الفاعل. الكتابة مفعول به منصوب بالفتحة، إلا أداة استثناء صفحة مستثنى منصوب بالفتحة. تملي، لأن واجب النصب أي مستثنى هقول منصوب بالفتحة. طيب، نجحت الطالبات إلا فاطمة، يبقى نجحت الطالبات إلا فاطمة. هنشوفها إزاي. نجحت، نجح فعل ماضي وتاء تاء التأنيث هنا. الطالبات ده فاعل، فاعل مرفوع بالضمة، إلا أداة استثناء فاطمة مستثنى منصوب بالفتحة، برضو مستثنى منصوب بالفتحة لأنه واجب النصب عشان تام مثبت. الجملة الرابعة، جاء الطلاب إلا محمدا. جاء الطلاب إلا محمد، جاء فعل ماضي، الطلاب فاعل مرفوع بالضمة، إلا أداة استثناء محمدا هنا يبقى مستثنى منصوب بالفتحة. زي ما كل الجمل كلها مستثنى منصوب بالفتحة. اللي بعد إلا مستثنى منصوب بالفتحة، اللي قبل إلا، كل دوت حتى المستثنى منه بيعرب حسب موقعه في الجملة. يعني قلت جاء فعل ماضي، الطلاب فاعل مرفوع بالضمة. آخر جملة، سلمت على الأصدقاء إلا عمرا، برضو يعني سلمت على كل الأصدقاء ما عدا عمر. يبقى هنا سلمت، سلم فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، على الأصدقاء، على الأصدقاء جار ومجرور، يعني على حرف جر، الأصدقاء اسم مجرور على علامة الجر الكسرة، إلا أداة استثناء عمرا مستثنى منصوب بالفتحة. اللي ملاحظ معايا الخمس جمل اللي احنا خدناهم بالإضافة للجملة اللي فوق، عاد المسافرون إلا خالدا، ما قلناش أكتر من إني بعرب إلا أداة استثناء، واللي بعدها بقول مستثنى منصوب بالفتحة. وليه بقول منصوب بالفتحة؟ لأنه واجب النصب. واجب النصب ليه؟ لأنه تام ومثبت. قلنا تام يعني التلاتة موجودين، المستثنى منه والأداة الاستثناء والمستثنى، ومثبت يعني مفيش أداة نفي سبقته، لأن هنشوف بعد كده في الجزء اللي جاي اللي هو التام المنفي، يقول لي ما قرأ التلاميذ، ما نجح الطلاب، فهلاقي ما أو لا تمشي مع أحد، فهلاقي برضو لا، ما أو لا اللي هي بتنفي، فبالتالي هناخد أسلوب تاني اسمه تام منفي، بس إن شاء الله في الحلقة الجاية. فعشان كده هنا لازم نفهم إن دوت تام مثبت، تام يعني كامل، ومثبت يعني مفيش فيه أداة نفي. أي أسلوب لما أعرف إن هو تام مثبت يبقى اللي بعد إلا، يعني بعد أداة الاستثناء، بيبقى مستثنى منصوب الفتح. بكده نكون فهمنا أول جزء اللي هو التام مثبت واجب النصب. نحفظها مع بعض، تام مثبت واجب النصب، تام مثبت واجب النصب. وأي جملة نعرب كله حسب موقعها في الجملة لغاية ما أوصل لإلا، وإلا أقول عليها أداة استثناء، واللي بعدها مستثنى منصوب بالفتحة، أو مستثنى منصوب بأي علامة، يعني مستثنى منصوب. يبقى بكده نكون خلصنا أول جزء. يا ريت إحنا نعمل الحلقات، هنقول التلات أجزاء في تلات حلقات، لكن خلينا لما نيجي نذاكرهم نشوف التلات حلقات ورا بعض عشان نشوف الفرق ما بين التلاتة. لو عجبتك الحلقة من فضلك اعمل لايك، واعملوا سبسكرايب للقناة، ويا ريت نشير الفيديو ونقول لكل أصحابنا عشان يبقوا مشتركين في القناة معنا. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء في الحلقة القادمة.